بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وجنبنا الفتن جميعها ما ظهر منها وما بطن، واقبضنا إليك غير مفتونين، وفرج الكرب عنا وعن المكروبين من أمة سيد المرسلين لسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وأهلينا وآبائنا وأمهاتنا وآل بيت نبينا ومشايخنا وعلمائنا وذرياتهم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها، قابليها، وأتمها علينا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي، شرح الغاية والتقريب، متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع أحمد أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخهما وتلامذتهما وقراء مصنفاتهما في الدارين آمين. بفقه السادة الشافعية، فصل في الربا. والربا هو من أكبر الكبائر، أكبر الكبائر على الترتيب: الشرك بالله، الإشراك بالله هو أكبر كبيرة، يلي عقوق الوالدين، ثم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم الزنا، ثم الربا بهذا الترتيب. فالربا يعتبر من أكبر الكبائر، والكبائر كثيرة، عدها كثير من العلماء فاقت 100. فإذا كان هو نمر 4 ولا 5 في الترتيب في الكبائر، يبقى ده كبيرة عظيمة، نسأل الله أن ينجينا منه. وهو حرام في كل الشرائع، كما قال الله سبحانه وتعالى في اليهود: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. يبقى كمان اليهود من نهوا عن الربا، يبقى الربا ده شيء محرم، عقد محرم في سائر الشرائع. وجاء في شرعنا أيضا محرم كسائر الشرائع، فعلينا أن نحاول أن نتفهم هذا الموضوع جيدا. يقول: فصل في الربا بألف المقصورة، لغة الزيادة، وهي أصل الألف الواو، ربا يربو، عشان كده بتتكتب في المصحف العثماني بالواو في بعض المواضع. ومن معناها اللغوي هي الزيادة، وشرعا مقابلة عوض بآخر مجهول التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير في العوضين أو أحدهما. نشرح التعريف الشرعي ده. شرعا مقابلة عوض، يعني هو عقد ذو مقابلة عوض، لأن الربا عقد من العقود يتصف بأنه مقابلة عوض مخصوص، ما نقولش أي عوض بقى، لأن في أجناس ربوية وفي أجناس غير ربوية، عشان كده حقنا نقول عوض مخصوص. والأجناس الربوية في فقه الشافعية هي النقدين، الذهب والفضة، وكل مطعوم. أما في فقه المالكية فالربا هو النقدين، أي الذهب والفضة، وكل مقتات مدخر. فليس كل المطعومات عندهم ربوية، بل المقتات المدخر فقط، فالفواكه لا يدخل في الربا، والتوابل، وكذلك الماء العذب الفرات وسائر المطعومات سوى المقتات المدخر. فالمالكية اختاروا المقتات المدخر، جعلوه جنس ربوي مع الذهب والفضة. أما الأحناف فذهبوا إلى أن الأجناس الربوية هي كل مكيل وموزون،
أي شيء يكال أو يوزن يبقى جنس ربوي عند الأحناف، ولو لم يكن مطعوما، ولو كان حديد صلب مسلح. فالحديد مش بتشتريه بالطن يبقى موزون، ما ينفعش أبدل حديد بحديد إلا بالشروط المعتبرة في تجنب الربا، وهو التماثل والتقابض والحلول في متحد الجنس والعلم. هنشرحها بالتفصيل. يبقى هنا مقابلة عوض مخصوص أي جنس ربوي مع اختلاف المذاهب في تحديد الجنس الربوي. ابن حزم وأبي داود الظاهري عندهم الأجناس الربوية هي التي نص عليها الشرع لأنهم لا قياس عندهم فلا يقيس. والحديث النبوي حديث عبادة بن الصامت نص على 6 أجناس، يبقى لا يخرج الربا عنه فلا يقاس عليه. ده المذهب الظاهري ومذهب ابن حزم. وكل من أنكر القياس زي محي الدين بن عربي صاحب الفتوحات كان له مذهب مستقل فقهي أيضا، وكان يميل إلى عدم القياس. وبالتالي يبقى احنا عندنا المذاهب المشهورة تنظر إلى علة، فإن توفرت العلة في غير المذكور يبقى جنس ربا، ومذاهب أخرى لا تنظر إلى علة وتعتبر أن الأمر تعبدي فلا يقاس وممنوع القياس. ويبقى الأجناس اللي نص عليه النبي الذهب والفضة والتمر والزبيب والبر والملح. وفي رواية الشعير واضح غير كده ما ينفعش. لكن احنا الشافعية فهموا من الذهب والفضة ان العلة النقدية، فقالوا يبقى الذهب والفضة منصوص عليها ولا تتعداهم، وان ما ذكر التمر والزبيب جنس للفاكهة، والبر والشعير جنس للمكتف المدخر، والملح جنس للدواء والتوابل، فجميع أجناس المطعوم مذكور عليه، يبقى العلة الطعمية. والمالكية نظروا إلى المنصوص عليه أنه كله يقتات ويدخر فقط، فخرجوا الخضروات والفواكه وغير ذلك. فيبقى هنا لما يقول عوض مخصوص يبقى تفهم كلمة مخصوص دي هيتحط تحتها مذاهب عشان تحدد الجنس الربوي في كل مذاهب. واضح؟ طالما احنا بنعرف فقه الشافعية عوض مخصوص أي نقدين أو مطعوم، يبقى الدواء اللي بناخده بالبق جنس ربوي عند الشافعية، يعني ما ينفعش أبدل 5 أسبرينات ريبو ب6 أسبرينات أسكين ربا. ليه؟ لأن ده بيتاخد بالبق مطعوم دواء. فهمت بقى؟ لكن عند المالكية ليس بربا لأنه ده دواء مش مقتات ولا يدخر. الأحناف إذا كان موزون أو يكال أو يدخر أو يكال أو يوزن يدخل فيه. أنت بتشتري الأسبرين بالوزن تشتري بالكيل يبقى ما يدخلش فيه الربا عند الأحناف. سهلة. الأسمنت جنس ربوي؟ عند الأحناف، لأن الأسمنت بتشتري الشكارة ليها وزن، فما ينفعش أبدل شكارة أسمنت ترة بإيه؟ بشكارتين أسمنت بورتلاند. ده ربا عند الأحناف، وعند الشافعية وباقي المذاهب ما فيهاش ربا، ما يبقاش ربا خالص، لأن مش مطعوم ولا ذهب ولا فضة. عشان يدخل ربا لازم يبقى مطعوم او ذهب او فضه. فهمت بقى عوض مخصوص؟ الكلمه دي مهمه تفتح تحتها انواع كثيره. واضح؟ يبقى شرعا مقابله عوض باخر بعوض اخر من نفس نوعه او جنسه مجهول التماثل، يبقى لو اتحد في الجنس والعله وجب شرط التماثل وزنا بوزن كيلا بكيل، والا وقعنا في ربا الفضل. لو لم يتحقق شرط التماثل نقع في ايه؟ في ربا الفضل. وده احد انواع الربا. الربا 4 انواع عند المسلمين،
لا خامس له. الربا أربع أنواع عند المسلمين. أول نوع ربا الفضل، ربا الفضل. وربا الفضل هذا يقع فيه المسلم أو المتعامل بأن يشتري جنس ربوي بمثله بدون تحقيق شرط التماسك. يعني أديك مثال، أنا عندي رز بسماتي ورز بلدي مصري، يقول لك اديني 3 كيلو رز بلدي مصري هديك قدامهم كيلو رز بسمتي. يبقى هنا ده رز وده رز والاثنين مطعوم، لازم اعمل شرط التماسك طالما هبدل. يعني كيلو بكيلو، ما ينفعش اخد كيلو باتنين كيلو، يبقى ربا. والربا ده يبقى نوعه ايه؟ ربا الفضل. واخد بالك؟ لان انا ببدل. او انا عندي مثلا تمر جنيب، تمر متجنب، نوع راقي، جنيب يعني متجنب، بتنقي بالواحدة. وتمر ثاني جمع، جمع يعني ايه؟ يعني مجموع من انواع مختلفة. فلا شك ان التمر الجنيب ارقى من التمر الجمع. فما ينفعش ان انا بدل كيلو تمر جنيب باتنين كيلو تمر جمع، ده ربا. ربا اسمه ايه؟ ربا الفضل. واضح؟ ليه؟ لأنه متحد الجنس والعلة، العلة الطعمية والجنس، ده تمر وده تمر. الشافعية قالوا الفاكهة كمان يدخل فيها الربا، فما ينفعش أبقى كيلو برتقان بسرة أبدله باتنين كيلو برتقان بلدي، وإلا وقعت في ربا الفضل. الأسئلة في الآخر يا دكتور، خلاص؟ الأسئلة في الآخر. كيلو كيلو خلاص مفيش مشكلة، احنا قايلين شرط التماس. لكن المشكلة هنا ان في حاجة نوع ارقى من نوع، فالسوق مش هيمشي. فهمتني؟ اما يبقى كيلو الرز البسماتي ب 12 جنيه وكيلو الرز العادي ب 3 جنيه ولا 5 جنيه. طبعا اني تاجر ما يفهمش في التجارة يديك كيلو رز قيمته 3 جنيه ولا 5 جنيه ويبدلوك بكيلو رز قيمته 12 جنيه، مش هيرضى. فاهم؟ واضح؟ يبقى هي حامية نفسها، الحاجات دي حامية نفسها بسعرها، لأن مش هيتم هذا. زمان ما كانش فيه البديل التجاري اللي هو الجنيهات، كان أحيانا الناس يبقى ما عندوش حتى لا دنانير ولا دراهم، يعني اللي عنده فضة ولا ذهب، لكن عنده زي نظام الأسواق بتاع الأرياف، يبقى جايب قمح ورايح عايز يجيب بداله ذرة. فهمتني ازاي؟ لأنه زرع قمح ومحتاج ذرة. يبقى هنا في التبادل ده لازم بقى الإنسان في التبادل ده في العوض ده يراعي، إذا كان متحي للجنس لابد أن يوفر شرط التماس، إلا وقع في ربا الفضل. طب اختلفوا في الجنس واتحدوا في العلة، يسقط شرط التماس. هبدل قمح بشعير، ما يجراش حاجة، مش شرط التماثل هنا، مش محتاج شرط التماثل، يمكن يبقى متفاضل. واضح؟ لأن اختلفوا في النوع واتحدوا في العلة، العلة الطعمية، ده طعام وده طعام. اتحدوا في العلة واختلفوا في النوع أو الجنس. يبقى يسقط شرط التماثل، يبقى ما فيش في التعامل ده ربا فضل. ممكن آخد كيلو قمح بثلاثة كيلو شعير، ما يضرش. واضح؟ فهمت إزاي؟ يبقى هنا مقابلة عوض بآخر مجهول التماثل، يعني لما يكون العوضين متحد الجنس والعلم. في معيار الشرع، معيار الشعر الشرع يعني ايه؟ يعني في المكيل كيلا، وفي الموزون وزنا، وفي المعدود عدا، وفي المزروع زرعا. يعني اللي بيقاس بالطول يسموه مزروع جاي من الزراعة. واضح؟ سهلة؟ ده معيار الشرع. حالة العقد أو مع تأخير في العوضين. تأخير في العوضين يعني لم يحدث التقابض في المجلس. يبقى لو لم يحدث التقابض في المجلس وقعنا في النوع الثاني من الربا ويسمى ربا اليد. يبقى التماثل يمنعنا من ربا الفضل،
والتقابض في المجلس يمنعني من النوع الثاني من الربا وهو ربا اليد. يبقى انا عندي اول نوع من الربا ربا الفضل، والنوع الثاني ربا اليد، واليد هو الذي لا تقابض في المجلس، واخد بالك، للعوضين في الاجناس الربويه. اذا كنا بنتعامل في ايه؟ في اجناس ربويه. وايه هي الاجناس الربويه في مذهب الشافعيه؟ الذهب والفضه والمطعوم. سهله؟ او احدهما. يبقى هنا انا حدي والتاني اخده بعدين، يبقى اقع في ربا النسيئه تاخير. يبقى في التعريف ده ذكر لك ثلاث انواع من الربا تتجنبه: تحقق التماثل والا وقعنا في ربا الفضل، التقابض في المجلس والا وقعنا في ربا اليد، عدم تاخير احد العوضين والا وقعنا في ربا النسيئه او ربا التاخير. يبقى ده ثالث نوع من الربا. يبقى انا عندي ثلاث انواع ربا مشهورين: ربا الفضل، ربا اليد، ربا النسيئه. النوع الرابع والاخير هو ربا القرض. ربا القرض، لقول النبي كل قرض جر نفع فهو ربا. وفي القرض يدخل فيه جميع العروض حتى ولو لم يكن جنسا ربويا. يبقى لا يشترط الجنس الربوي في القرض. اي قرض جر نفع، كل قرض جر نفع للمقرض فهو ربا. يعني اذا اشترط المقرض على من اقترض منه فائدة معينة او نفعا معين مقابل ان يقرضه، وقع في ربا القرض. لكن لو لم يشترط في صرب العقد وانت احسنت اليه لانه وقف بجوارك، لا شيء فيه. صحيح. يعني انت اقرضتني 10,000 جنيه على اني اسددها لك بعد عام، فجاء وقت السداد رحت جايب لك ال10,000 جنيه وجايب لك معاه صينيه بسبوسه عشان انا هزورك في البيت ارد لك الفلوس. انت ما شرطتش عليا لما اجي اسدد اجيب لك معايا حاجه، لو شرطت تبقى دي ربا، لكن انت ما شرطتش لصلب العقد تبقى دي هديه. فهمت بقى؟ فهمت المساله؟ لان خيركم خيركم اداء. النبي بيقول كده: خيركم خيركم اداء. فحسن الاداء ده شيء كويس. رجعتهم له 11 ما يجراش حاجه طالما هو ما شرطش عليا، كان انا متصدق على اولاده ب1000 زياده. هديه مني، ما زال يبقى هديه مني طالما لم يشترط هو عند اقراضي ان انا اخد 10 واسددهم 11. واضح الكلام؟ لكن لو لم يشترط وانا احسنت اليه بزياده فلا شيء فيه، بل نقع في ايه؟ الحديث اللي بين النبي فيه ان احسنكم احسنكم اداء. ومعروف ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان اقترض بكرا فجاء الرجل يطلب البكر بتاعه، فبحثوا في جمال النبي على بكر. بكر يعني بقى ايه؟ جمل كده عنده بتاع 3 سنين 4 سنين يعني كده. فلم يجدوا الا مسن، يعني عنده 6 7 سنين يعني اعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعطوه اياه فان خيركم خيركم اداء، لان الرجل لم يشترك. فهمتني بقى المساله؟ يبقى العروض غير الاجناس الربويه ان كانت في القرض المشروط بالنفع بقت ايه؟ وقعنا في ربا القرض. يبقى ربا القرض لا يشترك ان يكون المتعامل في جنس ربوي. واضح؟ لو اقترضت انا مثلا منك الادوات بتاعتك عشان استعملها، انت راجل مقاول وانا مقاول، فانا قلت لك اديني السقالات بتاعتك عشان انا محتاجها النهارده لمده اسبوع، فانت قلت لي ايه؟ قلت لي اديها لك لمده اسبوع، بس على فكره اليوم هتكلفك 50 جنيه 60 جنيه 100 جنيه 200 جنيه على حسب. يبقى كده انا هسددها له واسدد عليها مبلغ، هنا قرض جر نفع يبقى ربا. فاهم؟ واضح؟ لكن انا لو من نفسي اديت وقلت ان دي شغلها في اليوم
واخد بالك، بيكلفه خساره كذا، فانا من نفسي رحت مرجعها له بعد اسبوع واديته معاها 1000 جنيه. ما يجراش حاجه، ياخدها. واضح؟ لكن لو شرط، لو شرط، لا ده اقترض، هنا قرض. لكن لو ايجار بيدي لك سعر الايجار، بيبقى اتفاق تاني. لكن احنا بنتكلم على القرض، اصل القرض اصلا عقد مواساه، عقد فيه مواساه، يعني انا بديهولك علشان اقف جنبك، فانا ابتغي الثواب الاخروي، فلما احوله لعقد دنيوي يبقى خرجته عن مقصوده. واضح؟ فمقصود القرض ان انا لما اقرضك ان انا اقف بجوارك في الشده، وما يكونش بقى وقوفي بجوارك في الشده له مقابل دنيوي، يبقى ده اصلا من باب ايه؟ اذا استقرضك فاقرضه، تقف بجوار اخيك، من اعانه والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. انما لو طلبت منك بقى ايجار، يبقى نتفق بقى، اقول لك السقالات بتاعتي ايجارها في اليوم كذا، خلاص توافقت توافقت. لكن التاني مش عقد قرض، التاني عقد ايجاره، يبقى ما فيهاش حاجه. فهمت بقى المساله؟ قال لك انا اقرضك السقاله بتاعتي بس بشرط تستعمل الاسمنت وادوات البناء في المشروع بتاعك من المحل بتاعي، تشتريش من اي محل، او ده قرض ايجار نفسه. فاهم؟ لانه قيدك بانك تشتري منه بس، تشتريش من غيره. واضح؟ القرض لابد ان يكون خاليا من اي نفع. ليه؟ لانه اصلا الغرض منه انه عمل اخروي، فلا تنتظر نفع منه في الدنيا. فكل قرض جرى نفع فهو ايه؟ ربا. يبقى احنا عندنا ثلاث انواع من الربا: ربا الفضل، ربا اليد، ربا النسيئه، ربا القرض. سهله. بيقول هنا بقى ايه؟ والربا حرام طبعا من الكبائر، وانما يكون في الذهب والفضه وفي المطعومات. ليه؟ لان كتب شافعيه. اول ما تقرا كده تعرف على انك بتعرف كتاب شافعي، حتى لو خبوا لك العنوان بتاعه. فاهم؟ أول ما تقرا كده يقول لك وإنما يكون في الذهب والفضة والمطعومات، يبقى ده كتاب شافعي. لو بنقرا في كتاب حنفي يقول لك إيه؟ وإنما يكون في كل مكيل موزون. لو بنقرا في كتاب أحناف، لو بنقرا في كتاب مالكية يقول لك في الذهب والفضة والمقتات المدخر. لو بنقرا في كتاب لابن تيمية وابن القيم قالوا كل ما كان ثمنا يدخل فيه الربا، لان العله في الذهب والفضه ليس النقديه بل الثمنيه. شذوا عن سائر العلماء وقالوا كده. فكل ما يتخذ ثمنا يدخل فيه الربا، فيبقى الاوراق الماليه دي جنس ربوي عند ابن تيميه وابن القيم، خلافا لجميع مذاهب المسلمين. وهذه التوسعه والخلافات يجعلك تبرئ الامه من ان الربا منتشر فيه. ليه؟ لان ده تجد له مخرج وده تجد له مخرج وده تجد له مخرج، فاراد الله هذا الخلاف ان يبقى محل سعه ورحمه بهم. واضح؟ لكن لم يقل العله الثمنيه في الذهب والفضه الا ابن تيميه وابن القيم. يعني لو اتخذنا عمله برونزيه، كويس؟ البرونز ده صار ثمنا، يبقى جنس ربوي عند مين؟ عند من قال ان العله الثمنيه، وليس بجنس ربوي عند مين؟ عند باقي مذاهب المسلمين. واخد بالك ازاي؟ واضح الحته دي؟ وكذلك عند الظاهريه من باب اول، لان الظاهريه ما بيعدوش العله، لا يبحثوا في العله. يبقى الاوراق الماليه بتاعتنا دي اولا ليست لها رصيد ذهب ولا فضي. واخد بالك؟ يبقى مش جنس ربا، ولا هي مطعومه ولا مقتاته. واخد كده برضو؟ ولا واحد اما بيجوع بياكل ورقه ب 100 جنيه؟ اب ما ينفعش. يبقى لا هي مطعومه ولا يبقى مش جنس ربا. فهمت بقى المساله؟ والربا حرام، وانما يكون في الذهب والفضه وفي المطعومات. وهي ايه؟ هي المطعومات ما يقصد غالبا للطعم اقتياتا، يعني ما يقصد غالبا للطعم بتاع الآدمي. فهمتني ازاي؟
طعم الآدم، لكن لو كانت لطعم البهائم كالتبن يبقى مش جنس ريب. في بني آدمين بياكلوا تبن، في بني آدمين بياكلوا برسيم، في محل بيبيع عصير برسيم كده برضو، سمعت كده في محل. فإذا كانت يغلب في الاستعمال فيها البهائم ويندر استعمالها للآدمي يبقى ليست جنس ريبو، يبقى عصير البنسيب بدا ايه مش جنس ريبو، الا ان يشتهر ويتغير الزمان ويصبح كل الناس بتشرب عصير بسيط زي ما كل الناس بتشرب عصير اصلا، يبقى هنا تحول الى جنس ريبو. تمام. وبالتالي يبقى الفول جنس ريبو، لان الفول في بعض البلاد يستعمل للحيوان فقط ولا ياكله الادم، ولكن اشتهر في مصر انه ياكله الادم، واخد بالك، فصار في الاستعمال قوت ادم. يبقى الفول في مصر جنس ريبو. تروح بلد ما بيستعملوش الفول في الاكل الا للحيوانات يبقى مش جنس ريبو. تروح ماليزيا مثلا هم بياكلوه لايه؟ للبهايم مثلا، ما ياكلوهوش هم. او تروح اي بلد من البلاد يبقى ده مش جنس ريبو هناك، وعندنا احنا جنس ريبو. الحلبه الخضراء ما بيستعملهاش الا الحيوانات في مصر يبقى مش جنس ريبو. طب والحبه الحصر، حلبه الحصر دي بيستعملها الادميين، جنس ريبو. فهم؟ يبقى وهي ما يقصد غالبا للطعم اقتياتا او تفكها او تداويا. يبقى الفاكهه والايه والقوت والدواء، كل انواع ما يؤخذ بالفم، يبقى حتى كل الادويه اللي بتؤخذ بالفم جنس ريبو. واضح؟ ولا يجري الربا في غير ذلك. ده عند مين؟ الشافعي. ولا ربا في الحيوان، ولا ربا في الحيوان، خد بالك، لانه لا يؤكل على هيئته، لكن اللحم مطعوم. يبقى ما ينفعش ان انا اخد كيلو لحمه كندوز ابدلها ب 2 كيلو لحمه بتلو. واضح؟ لان طالما اتذبحت وبقت لحمه هي بتؤكل على الصوره دي، بقت مطعوم. لكن ينفع ابدل 3 عجول بتلو بعجل كبير، ما يضرش. فاهم؟ لانه هو حيوان ماشي كده على رجليه لا يؤكل على هذه الصوره، يبقى ليس مطعوما على هذه الصوره. لو اختلف انواع اللحم ينفع، يبقى لا يشترط، يسقط شرط التماثل ويبقى شرط التقابض والحلول. يعني ممكن ابدل 2 كيلو ضاني بكيلو ونص لحم بقر، ما يضرش، لان الضاني ولا بقر الاثنين مطعوم، بس اختلف النوع واتحدت العله، يبقى يسقط شرط التماثل ويبقى التقابض والحلول. بس لازم يبقى يدا بيد وبلا اجل. فهمت بقى المساله؟ فهمت القصه؟ انا عايزك تفهمها تستوعبها عشان ها؟ بس اختلفوا زي ما تقول دلوقتي بر، قمح وشعير، قمح ورز. فهمت؟ لان ده ضاني وده بقر، يبقى اختلف رز وقمح، اختلف. ابدل انا رز بقمح، او ما اخد منه 3 كيلو قمح واديله ايه كيلو ونص رز، سقط شرط التماثل لان اختلف ويبقى التقابض والحلول. فهمت المساله بقى؟ تخيل المسائل معايا عشان بعد كده ما ايه ما اما نيجي نضرب امثله تبقى فاهم. ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك، ولا الفضة بالفضة، أي بالفضة مضروبين كان أو غير مضروبين. مضروبين يعني مستعملين عملة، دنانير أو دراهم عملة، أو غير مضروبين كالحلي والتبر. مضروبين يعني عملة، معمولين عملة، الدينار كان ذهب والدرهم كان فضة، ده اسمه مضروب. كويس؟ وغير مضروب كالحلي
وايه الصيغه، يعني لغه المصريين الصيغه اللي هي الحلي او التبر، ده غير مضروب. يبقى انا لو هشتري انا العمله بتاعتي دنانير ذهب وهشتري بيها حلي ذهب، يبقى هنا الصنعه ملهاش قيمه. واضح؟ لازم وزنا بوزن. هدي لك 10 جرام، الجرام 4 وربع جرام ذهب عيار 21، يبقى دول عباره عن كام؟ 42 جرام ونص ذهب. اديت لك انا 42 جرام ذهب ونص، يعني 10 دنانير، اخد منك حلي وزنهم ذهب 42 جرام ونص. طب والصنعه؟ ماليش دعوه، لا تحسب طالما ذهب بذهب. واضح؟ طب انا عايز احسب الصنعه، ابيع الذهب، ابيع الحلي بدراهم فضه، ما بيعاش بقى بذهب عشان اهرب من شرط التماثل. واضح؟ فهمت بقى المساله؟ لكن هشتري بدنانير يبقى ما فيش الصنعه ما بتتحسبش. واضح الكلام؟ يبقى انا هشتري الذهب الحلي ده باوراق ماليه، خلاص ما فيش مشكله، لان اختلف. ومش كده وبس، ولا يشترط حتى التقابض ولا الحلول ولا الاجل. تمام، فهمتني؟ ليه؟ لان اختلف الاوراق الماليه دي، مش ذهب ولا فضه ولا مطعوم، دي عروض تجاره. فهمت بقى؟ فهمت المساله؟ يبقى احنا دلوقتي لما بنشتري حليه بنشتريه باوراق ماليه، يبقى ما نقعش في الربا الحمد لله. لكن تقع امتى الربا؟ لو انت واخد الصيغه بتاعت مراتك بتديها الراجل السايق يوزنها يشوفها كم جرام ويديك بدلها صيغه ثانيه ويخصم العموله، هنا وقعنا في الربا، لان انت اديته ذهب وخدت ده. واضح؟ طب وتخرج منها ازاي؟ انك انت تدي له الصيغه اللي هتبيعها تاخدها اوراق ماليه، وبعدين تتفرج من الفاترينا اشتري اللي انت عايزه. فهمت؟ وصلت حاجه ثانيه. تبيع بقى بنفس الثمن من غير الثمن، انت تحررت بقى. انا جبت له الصيغه بتاعتي المكسره وزنها وقال لي دي قيمتها 10,000 جنيه، خد ال 10,000 جنيه. ماليش دعوه بقى بوزنها، نسيت انا الوزن. رحت لافف على الفاترينا ومعايا مراتي، تختاري ايه؟ الغويشه دي والخاتم ده. اوزن دول ب 10,000 جنيه، خد ال 10,000 جنيه. تيجي توزنهم تلاقيهم اقل من الجرامات اللي انت اديتها له، ما يضرش. فهمت بقى المساله؟ ليه؟ لان توسطت حاجه ثانيه غير ده، اللي هي الاوراق الماليه. في زماننا ده ليه؟ لان الاوراق الماليه ليست لها رصيد ذهب، اصبحت عروض تجاره. ايام الشيخ حسن المخلوف وايام الشيخ بخيت المطيعي كان الورقة دي تمثل ذهب. فهمتني ازاي؟ لها رصيد ذهب. يعني كنت الورقة دي كنت تديها للبنك يديك بدلها جنيه ذهب. يبقى هنا في الحالة دي لازم شرط التماثل والتقابض والحلول. واضح؟ يبقى ما تجيبش بقى فتاوى الشيخ بخيت المطيعي وتنفذها اللي يبني. ليه؟ لأن هو كان له واقع يختلف عن الواقع الآن. من سنة حاجة وسبعين حرروا العملة من الغطاء الذهب، قرار أمريكاني، وصار العملة غطاءها البترول، وعشان كده يسموه البترو دولار. سموه إيه؟ البترو دولار. الدولار يتحكم في سعره البترول، ثم الدولار يتحكم في سعر باقي العملات. فهمت بقى المسألة؟ فيبقى تغيرت المسائل، فما ينفعش أروح ناقل فتوى الشيخ بخيت المطيعي وانفذها في هذا العصر، والا ابقى بلخبط. وده اللي بيعمله الجماعه اللي مش فاهمه، يجيب لك فتاوى اتقالت من 100 سنه ويقول لك شوف العلماء قالوا ايه وشوف المفتي بيقول ايه دلوقتي، يبقى المفتي ده مفتي سلطه وهو مش عارف تغير الواقع. لازم يدرك تغير الواقع، واخد بالك؟ ده راجل عالم رباني وده عالم رباني، وده كان صحيح بالنسبه لعصره وده صحيح بالنسبه لعصره. لازم تفهم الامور بايه؟ بحقيقتها، حتى لا تسيء الظن بالمسلمين. يبقى ولا يجوز في الاخر، سجل كل اسئلتك في الاخر
ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك، أي بالفضة مضروبين كان أو غير مضروبين إلا متماثلا، يعني مثلا بمثل، الوزن هو هو، فلا يصح بيع شيء من ذلك متفاضلا. وقوله نقدا أي حالا يدا بيد، حتى نتجنب ربا اليد، فلو بيع شيء من ذلك مؤجلا لم يصح حتى نتجنب ربا النسيء. واضح؟ يبقى التماثل لتجنب ربا الفضل، يدا بيد لتجنب ربا اليد، حالا غير مؤجلا لتجنب ربا النسيء. ولا يصح بيع متاعه الشخص حتى يقبضه، اللي هو كأنه بالظبط بيشرح لك موضوع التقابض اللي هو اليد بيد. يبقى الواو هنا، الواو هنا واو تفسيرية، عاطفة تفسيرية، بيفسر لك حالة التقابض. ولا يصح بيع متاعه الشخص، يعني ما اشتراه، حتى يقبضه، اللي هو شرط التقابض، يبقى تحت ايدي، والنبي نهى عن تبيع ما لم تحوزه كده برضه. ولا يصح بيع متاعه الشخص حتى يقبضه، سواء باعه للبائع او لغيره. ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان، سواء كان من جنسه كبيع لحم شاة بشاة، أو من غير جنسه لكن من مأكول كبيع لحم بقر بشاة. ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان، يعني الحيوان الحي، سواء كان من جنسه كبيع لحم شاة بشاة، أو من غير جنسه لكن من مأكول كبيع لحم بقرة بشاة. يبقى اللحم الحيوان بنفس نوع الحيوان بتاعه ما ينفعش، واخد بالك؟ لكن لما يتغير النوع، لحم بقرة بشاة يمشي، واضح؟ لكن لحم بقر ببقرة ما ينفعش، فهمت؟ بقرة حية وده اللحم بره، وهنا اتحد الجنس، ده بقر وده بقر، يبقى لازم شرط التماثل. طب وانا هحقق شرط التماثل ازاي واللحم هنا منفصل عن العظم وعن الجلد وعن الحواشي الراس والاقدام؟ ما اعرفش اصفيها، وبالتالي بقى ما ينفعش. لما يدبحوا الاثنين معلش عشان يتحقق شرط التماثل، زي بالظبط لا يجوز بيع الرطب بالتمر. الرطب ما تعرفش كمية المية اللي فيه قد ايه، فما تقدرش تحقق شرط التماثل لو اشتريت رطبا بتمر، واضح؟ فلابد ان تنتظر حتى يتتمر الرطب، وبعدين بعد كده اشتري رطب تمر بتمر علشان احقق شرط التماثل. يبقى الرطب بالتمر اقع في ربا ايه؟ الفضل، لانه لا استطيع. والزبيب بالعنب ما ينفعش، لازم استنى اما العنب يفقد رطوبته، لان الماء اللي فيه غير مقدر، وبالتالي انا ما اعرفش احقق شرط التماثل. الا في العرايه هنبقى نشرحها بعدين موضوع العرايه. ويجوز بيع الذهب بالفضه متفاضلا، اختلف الجنس واتحدت العله يسقط شرط التماثل. اختلف الجنس واتحدوا في العله، ذهب وفضه، العله النقديه، واختلف ده ذهب وده فضة، يسقط شرط التماثل، يبقى يجوز متفاضلا، لكن يبقى شرطين، التقابض والحلول. واضح؟ طب أنا اختلفوا في الجنس وفي العلة، بيعوا واشتروا كما شئتم بقى. أنا هشتري قمح بذهب، القمح العلة في الطعمية، والذهب العلة في النقدية، اختلفت العلة، يبقى بيع واشتري كما شئت، بتفاضل وبتقابض وبغير تقابض وبحلول وبغير حلول وبالاجل براحتك حسب السوق بقى. واضح؟ ويجوز بيع الذهب بالفضه متفاضلا، لكن يتبقى شرط نقدا، يعني يدا بيد، اي حالا مقبوضا قبل التفرق، يدا بيد بغير اجل. فهمتني بقى ازاي كلامه؟ يبقى كلام الشيخ هنا بيبين لك ان يسقط احد الشروط الثلاثه، اللي هي التماثل والتقابض والحلول، تسقط شرط التماثل ويبقى التقابض والحلول.
وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا، أي حالا مقبولا قبل التفرق في المطعومات. طالما إيه الجنس بمثله، برتقال ببرتقال، تمر بتمر، قمح بقمح، يبقى لازم يشترط الثلاث شروط، لأن اتحدت العلة وإيه والنوع، يبقى لازم الثلاث شروط. طب اتحدت العلة واختلف النوع، أجيب بر يعني قمح بشعير يسقط شرط التماثل، يبقى الشرطين الباقيين التقابض والحدود. واضح؟ اختلف الجنس والعلة، أجيب قمح بفضة أبيع واشتري كما شئت، يسقط كل الثلاث شروط. واضح؟ وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا، أي حالا مقبولا قبل التفرق. ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا، لكن شوف لما يختلف الجنس، زي ما قلت لك بر بشعير، تمر بزبيب، اختلف الجنس، برتقان بتفاح، اختلف الجنس، يبقى يسقط شرط التماثل، يبقى الاثنين مطعومين الا واحده، يبقى يبقى شرط التماثل التقابض والحلول، الا نقدا اي حالا مقبوضا قبل التفرق. فلو تفرق المتبايعان قبل قبض كله بطل، لو لم يتم قبض كل المقابل او احد الطرفين احد العوضين وتفرقنا بطل العقد. طب انا قبضت شويه وقلت لي الباقي هجيبه لك على البيت، يبقى هيبقى فيها وجوه تفريق الصفقه. تفريق الصفقه عندنا وجهان في تفريق الصفقة، وجه يقول لك انها كلها تبطل، وجه تاني يصح فيما قبل ويرد اليه ما زاد. فهمت بقى؟ فهمت الحتة دي؟ سهل. فلو تفرق المتبايعان قبل قبض كله بطل، يبقى عقد باطل، او بعد قبض بعضه ففيه قولا تفريق الصفقة. فهمت كلام الشيخ؟ يبقى المعتمد انه يصح فيما قبض ويبطل فيما لم يقبض، على اساس ان انا افرق الصفقة، الجزء اللي توفر فيه الشروط اصححه، والجزء الذي لم يتوفر فيه الشروط ابطله. ادي وجه. وجه تاني يقول لك لا، اذا اختلط الباطل بالصحيح ابطل الكل. ده الوجه المقابل. فهمت بقى؟ في الاخر يعني انا اشتريت منك عربيه، احنا العربيه جنس ربوي، العربيه دي جنس ربوي، عيد وزيد، العربيه دي بتاكلها، العربيه دي ذهب ولا فضه؟ طيب خلاص بقى ما يصحش تسال السؤال ده بعد ايه ما قعدنا نقول ان الاجناس الربويه النقدين ذهب والفضه والمطعوم، ما تقوليش بقى ثلاجه ايه دي، ولا تقول لي عربيه. فهمتني ازاي؟ هنا في الحته دي بتاع تفريق الصفقه نجيب بقى جنس ريابو، نجيب تمر. انا اشتريت منك 20 كيلة تمر ب 15 كيلة قمح، فقلت لي والله اللي حاضر مني دلوقتي 10 كيلة قمح، خدهم والخمسة كيلة هجيبهم لك بالليل وانا مروح، عشان موجودين عندي في المخزن جنب بيتك. فرحت انا واخد دول ما خدتش الباقي، يبقى يصح فيما قبض ويخصم الباقي، فايه باطل. واضح؟ يعني دلوقتي انا خدت منك تلتين الثمن، يبقى صح في تلتين الصفقه والتلت الباقي باطل، وصحح تلتين الصفقه اللي تم فيه التقابض وارد لك ما زاد تلت اللي زاد. تعبدي، العله في الربا، حرمه الربا تعبدي، واخد بالك؟ برضه تعبد، برضه تعبد. لا ما هو مصنعيه
طالما توسطت بسلعة. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه عامله على خيبر بتمر جنيب، فقال له صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح، أكل تمر خيبر هكذا يعني جيد كده؟ قال لا يا رسول الله، ولكن نبتع الكيل من الجنيب بالكيلين من الجمل. قال أيه؟ الربا. يعني ياه وقعنا في الربا. فقال كيف أفعل يا رسول الله؟ قال بيع التمرة، بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم الجنيب. فهمتني بقى ازاي؟ يبقى دي عشان توسط عملة تانية، لان ده ينعش السوق، توسيط العملة التانية ده ينعش السوق، واضح؟ في حكمة انعاش السوق وايجاد سيولة. يتجنبوا، انا قلت لك يتجنبوا المسألة دي، انما تديلوش ذهب وتاخد ده، تديله الذهب وتاخد جنيهات، دولارات، يورو، اي عملة، وتاخد العملة دي تشتري بيها ده. فهمتني ازاي؟ ساعتها تبرأ ذمتك. لو هيديها مال، هيديها جنيه ورق مالي او ورق مالية، لا يشترط التقابض ولا الحلول ولا التماسك، لان الاوراق المالية ليست جنس ربا، واخد بالك، وليس فيها نفس العلة كده برضو. خلاص يعني ممكن تديله الذهب النهاردة الحلي بتاعها، ولا حضر لك الثمن، وثمنه ده عندي 20,000 جنيه، تعالي خديهم بكرة، ما يجراش حاجة ولا يجرى حاجة، مش شرط التقابض ولا الحلول. ليه؟ لان احنا قلنا الاوراق المالية صارت عروض تجارة. فهمتني ازاي؟ وليست جنسا ربويا. ولا يجوز بيع الغرر كبيع عبد من عبيده او طير في الهواء. من انواع بيوع الغرر غير المقدور على تسليمه، او غير المعلوم، او غير المرئي، او غير الموصوف، او غير المكيل، كل دي بيوع غرر. فهمتني ازاي؟ ولا يجوز بيع الغرر كبيع عبد من عبيده. يقول له تشتري واد من العبيد بتوعي من غير ما يحدده له، ده بيع مجهول. يقول له موافق، بكام؟ طب مش الاول اشوفه؟ انت عندك 20 عبد، تقول لي تشتري عبد من عبيدي، طب انهي واحد؟ فده اسمه بيع غرر، ما ينفع. او طير في الهواء، او سمك في الماء، او ايه، عجل في بطن امه، واخد بالك؟ زي ما النبي نهى عن بيع حبل الحبلة، ما النبي نهى عن بيع حبل الحبلة وضراب الفحل، واخد بالك؟ انواع كلها بدي بيوع غرر. ونهى عن المنابزة، يغرر كلها. يقول له تشتري اللي طلعه من جيبي بكام؟ واخد بالك؟ بعشرة، بعشرة ولا بعشرين؟ يقول له بعشرين، يروح مطلع له تمرة، يبقى كده بيخم، حرام. ده كان سموه بيع المنابذة، مجرد انه ينبذ ليه الحاجة ويتفقوا على السعر قبل ما ينبذها. نهى النبي عن بيع المنابذة لانه فيه غرر. زي البيوع دي كلها تجدها لحد دلوقتي في مدينة الملاهي. إلى يومنا هذا تجد هذه البيوع الباطلة بتاع الجالية في مدينة الملاهي. تدفع 10 جنيه وتختار رقم، يفتح لك الرقم ده يطلع كيس شيبسي. كده بتحصل في الملاهي ولا لأ؟ أو يديك البندقية وتدفع الطلقة بخمسة جنيه وتضرب أنت على حاجات أرقام. اللي تصيبه يفتحه يطلع جواه حاجة يديها لك، يطلع جواه ما فيش حاجة يبقى ما يديها لكش. كل دي بيوع غرر نهى عنها الشارع، والله تعالى أعلى وأعلم. اللي عايز تفاصيل واضحة يبقى ياخد بقى إيه السي دي، لأن احنا شرحناها في حوالي 5 ساعات في 4 جلسات سنة 2009 وهي متسجلة، فإن شاء الله فكده فيه الكفاية على أي حال. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.